السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد لنهار اليوم. توحشتكم بزاف بزاف، غبت عليكم هاد اليامات. ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين وبصحة جيدة. نقول لكم طولت الغيبة، الله غالب والله العظيم. غير كي نقول لكم خلاص لي تاع الصح الخطرة لي صعيت وفشلت، وحبيت هكذا نرتاح شوية مالغري اني توحشتكم وحبيت نعاود نرجع ليكم. قلت واش عليه، خلينا نرتاح شوية للأمانة. والله غير الفيديو هذا تقريبا النص الكبير تاعو كان كامل مصور، يعني قعد هذاك المونتاج وكامل باش نطلع لكم فيديو ولا نطلع لكم بوصفات ولا بروتين. نحب دائما يعني نزرع فيكم هذيك الطاقه الايجابيه. الا كنت انا يا فاشله وكنت عيانه ما نحبش نطلع لكم صراحه. انا واحده من الناس ما نحب نعاشر الناس هذوك اللي يشتكيوا بزاف، ما نحب انا تاني نشتكي على المشتركات تاعي. ان شاء الله هذيك الحيويه ترجع شويه بشويه. هاوليك هذاك الريح راهو يطير، خلي يفطننا شويه بالك كيما نقولوا هكذا نفطنوا لشغالاتنا ولحالنا. والله ما راني غير انا، يعني اللي تلاقى به راهو يقول لك رانا فاشلين، رانا عيانين، رانا ورانا. الله المستعان، قول ربي يقدرنا ان شاء الله على شغالات تاوعنا وعلى المسؤوليه اللي عندنا. اليوم خياتي حبيت نشارككم روتين متنوع، يعني من الصباح للعشيه حبيت نشارك معكم هكذا يا واش درت في لاجورني كامل. هيا نرجعوا للحماس والحيويه ان شاء الله، وهكذايا نتشاركوا الاوقات ان شاء الله المليحه. كيما شفتوني غسلت هذاك الفراش، نشرته في السطح، غسلت هذوك الحوايج، وهاد الحويجات يعني تاع الشتا ولا هذوما باليدين راني رايحه نخبيهم حاجه باينه في بلاصتهم. قلت نبدا نخدم هكذا ركنه بركنه، جهه بجهه، ما نخلطها على روحي، ما نخلع روحي. هيا على هذاك الشغل المليح يطول. هما لا كيما راكو تشوفوا، قلت نفوت هكذا بالخزاين ولا هكذايا بالتنظيم تاع كل خزانه. بون رحت لهذيك الخزانه تاع مروه، هذوك اللي ما جاوهاش صدقتهم الله يسمح، والحاجات اللي على بالي راهي رايحه تزيد تلبسهم شويه خاصه ولا احيانا ربي ولا كنا ملحيين هكذا مع الدخول تاع الخريف، ولا راهي رايحه تصيب حاجه ولا زوج باليدين راهي رايحه تصيبهم. وهذوك الحويجات كيما العاده دائما فيريفيو هذوك اللي كيما يجوها صغار، ولا راني رايحه كيما قلت لكم نخرجهم كامل نمدهم هكذايا. ما تقعد ليش هذيك لا سيركيلاسيون تاع الحوايج على حاجه ما نستعملهاش. هنا نصيحه للاخوات، انا دايما الناس ولا يعني اللي تعرفني ولا الاهل ولا عرفهم باللي الخزانه تاعي اغلب الوقت فارغه، سواء تاعي ولا تاع ولادي ولا دايما فارغه. خطرش انا كي نشري هكذايا الحوايج على بالي العام الجاي هذيك الحاجه لبستها عام ربما مانيش حنحب نعاود نلبسها عام واحد اخر، وهي جديده هكذاك يعني اللي تمديها له راهو رايح يفرح بها، خاصه الانسان اللي يكون محتاج. اما لا انا ما نحبش نركن في كل حاجه، ما نحبش نركن على بالي مانيش حنلبسها ولا حنستعمل وحده ولا زوج من هم عام واحد اخر. انا واش ندير، نحكم هذوك الحوايج الله يسمح للناس اللي راهي محتاجاتهم ونصدقهم. نفس الشيء السيره مع ولادي، يعني نخدم بنفس الطريقه. هنا راني نرونجي هذوك لي شوشو تاع مروه، كي نقول لكم كل يوم تطلق لي كحيزيه هذوك السوالف تاعها، وعندك هذيك دارت مساك اورانج، هاوليك دارت شوشو غوز، كل دقيقه واش تبدل حتى خلطت لي كامل. كيما تعرفوني انا نحب النظام، هذوك الشوشوات الحجم تاعهم الكبير درتهم في باطا وحدهم، هذوك الشوشوات الصغيرين داروا في باطا وحدهم. هكذا كي نروح نجبد الحاجه نصيب كل حاجه في بلاصتها وكل حاجه منظمه. نعرف كي نروح لديك البلاصه راني رايحه نرفد هذيك الحاجه الفلانيه. هذا انا نقولو كي تكوني تخدمي بيدك وحدك، هذا مازال كي يقولوا هذوك العويدقات يحبوا يمسوا ويديروا كلش حاجه باينه، راهم رايحين يخلطوا هذه ويزيدوا هذه. ان شاء الله ربي يجعلهم من الصالحات، هذا هو اهم شيء. هنا بالمناسبه حبيت نوجه تحيه للاهل ولولادهم اللي راهم يجوزوا في الامتحانات ولا انا وائل يبدا الحد. ان شاء الله ربي يوفقوا ويوفق لكم كامل وليداتكم، سواء تاع شهاده التعليم المتوسط ولا الباك ولا اي واحد، يعني كل واحد ماذا به يفرح بولادو يا لو كان من التحضيري يباسي للسنه الاولى. هذا هو الفرحه ولا هذاك هو واش يتمناو الوالدين، هذا هي النتيجه حنا اللي نحبوا نكسبوها. ما نستناو منهم كما نقولوا لا مال ولا نستناو منهم كاش حاجه، مي كي يخرجوا لنا صالحين ويحطوا راسهم في قرايتهم هذيك الدنيا باللي فيها. انا هنا كما راكم تشوفوا خياتي درت فطور تاعي خفيف ظريف برك، غير انا والدريريات برك، درت هذاك شويه تاع تليت اللي راني رايحه نديرو هكذايا اون سالاد،
وهكذايا لهاد الطبسي تاع الفاكهه حبيت ندير فيه فواكه مشكله، على بالي انا كي تقعد هكذا ما نحطها لهمش، خاصه تشينا لو كما قشرها لهمش ما ياكلوهاش، سي بور سا قلت نديرها دي غوندال، خاصه وائل عزيز عليه كي تكون مقطعه هكذا دي غوندال، على بالي راهي رايحه تنتكل. اللي كان عندي تشكيله تاع صحن تاع فواكه طرحت عليكم طريقة تزيين يعني بسيطة اللي نقدموها لينا هكذايا يوميا، حتى كيما تكونش هذيك الفاكهة كمية كبيرة كي راكي رايحة تخلطي من كلش راهي رايحة تولي خير وبركة. هذاك تليتلي تاعي غليتو عادي كيما نغليو المقارون، شللتو بشوية ما حاجة بين غلب الملح. هنا عندي هاد الكريمة تاع الكروفات هذه اللي راكو تشوفوا فيها بزاف بزاف بنينة، خلطتها مع هذاك تليتلي تاعي ما درت له والو خليته بيض، حبيت نستغل هذيك الكريمه تاع بالذوق تاع الكروفيت يعني مطحون فيها هذاك الكروفيت، ما فورت لها لا خضره لا والو حبيتها ليجي. تقدروا بهذه الطريقه نفسها تقدروا تزيدوا تفوروا خضره ولا، مي انا اليوم درتها بهذه الطريقه يعني من غير خضر، درت لها شويه مايس ودرت لها معدنوس، درت لها هذاك البصل الصغير هذاك المخلل ودرت هاد طوماط سوغيس، يعني راهي ولات هكذايا السلطه تاعنا ولا طبق تاعنا شويات ما شاء الله فيه كلش. اليوم درت هذاك الفطور تاعي خياتي بالتكلاخ، كان عندي هنايا هاد الخبز تاع الشاورما كان في الكونجيلاتور، ايا ما كانش عندي الوقت باسكو كانوا شغلاتي بزاف، ما كانش عندي هذاك الوقت باش نروح نعجن العجينه تاع البيتزا، قلت اليوم راني غير مع الدراري برك خلي نكلخ لهم وندير لهم هذه البيتزا فوق خبز الشاورما. صراحه جات من اروع ما يكون، انا هاد الطوماطيش تاع البيتزا تاني كانت في المجمد منزوخ نقول لكم طيبتها ما والو، انا دائما نخلي هكذا لي غوبلي داخل الكونجيلاتور كي تكون عندي هذاك شغالات بزاف راني رايحه نجبد هذاك الغوبلي يعني من البقايا تاع المجمد، وما نقولوش غير بقايا من الحاجات اللي احنا خبيناهم باش نصيبوهم لوقت الحاجه ولا حاجات يقعدوا في الفريجيدار انا رايحه نعاودو نديرو لهم التدوير واش عليه انا رايحين نستعملوهم. هنا كان عندي هاد الفلفل المشوي هذايا اللي كان مرقد في زيت الزيتون، زدت درتو من الفوق والله جات يعني واحد شاورما بذوق البيتزا، خبز الشاورما بذوق البيتزا من اروع ما يكون. كملت هذوك الخبيزات تاعي كامل، درت لهم هذاك الفخوماج من الفوق اللي ساح ولا هايل، وقدمتهم هادو ما يتكلوا سخونين يعني خليتهم هما اخر شيء باش نقدمهم. من جهه ثانيه جست درت شويه سيرو تاع الرمان هذا اللي راكو تشوفوا فيه الماركه تاع نونوغس، الذوق تاعو بزاف بزاف بنين كيما راكو تشوفوا. هايليك هاوليك الفطور تاعي هدايا الخفيف الظريف اللي راكو تشوفوا فيه الخبيزات هادوما تاع البيتزا، هذاك الزيت هذيك زيت الزيتون اللي كانت الفلفل هذاك المشوي مرقد فيها تلقت يعني هذيك البنه والريحه راهي ما شاء الله. حتى هاد لاصالاد خفيفه كنت سبقت وشاركتكم يعني ماشي من دوك من وقت الفيسبوك، صافي ديزاني بالك 4 سنين ولا البنات هبلوا عليها، درتها هكذايا في هذاك السيرسو ودرت لها الخضره وشبحتها يعني كانت بالطبع يعني صراحه كفكره طبقوها بنات بزاف صديقات معايا في الفيسبوك ولا في المجموعه وعجبتهم. وانتم تاني الا ماشي مدارين ديروا شلاضه تاع تليتلي ولا غير خفيفه بزاف بزاف يعني خفيفه على شلاضه تاع الرز. هنا دوكاتيك خياتي نرجعوا لحاجه ثانيه، اليوم حبيت نقترح عليكم هاد لاباراي هادي هاد البانينوز اللي راكو تشوفوا فيها من اروع ما يكون، هادي فيها 7 في 1 يعني كي تشري هاد البانينوز في الدار راكي رايحه تخليها حديري بيها صيف كامل ولا رمضان ولا ولادك ما مش رايحين يتشهاو حتى حاجه في الزنقه. هاد البانينوز تاعنا تاع الماركه تاع سوناشي من اروع ما يكون، يعني الماركه غنيه عن التعريف بلا ما نشكرها لكم، هايله ما تلصقش الحجم تاعها ما شاء الله، يعني حتى القطع اللي فيها 7 شوفوا يتنحاو بكل سهوله. عندنا هدايا تاع التوست اللي راكو تشوفوا فيه، فيه وحده من فوق وحده من تحت كيما راكو تشوفوا، هذوك لي بياس يتنحاو بكل سهوله، حتى هذاك الريزيستونس تاعها ماشي من النوع هذاك اللي يحرق ولا راهو رايح يخطفها كيما نقولوا تشيط وما طيب. هاي اللي هنا الحلوه تاع الجوزه صراحه كنت شاحنه عليها وحابه ندير معاكم الوصفه، ما كانتش عندي هاد لاباراي اللي فيها هذه تاع الجوزه، صراحه راني رايحه ندير معاكم كامل الوصفات راهو فيها يعني 7 حاجات ونقدروا حنا نديروا وصفات واحد اخرين ما كانوش في البال ولا ماشي محطوطين هكذايا شغل في الكتالوج، رانا رايحين نديروا بها هما لخياتي، ديروا وحده كيما هذه ولا شروا وحده كيما هذه واستناوني انا رايحين نزهيو العائلات تاعنا بوصفات بزاف. خياتي هذا المنتوج اللي راكو تشوفوا فيه هذا البانينوس 7 في 1 هذه يعني صنع فرنسي ما شاء الله هايله ما تلصق ما والو، هذه راكو رايحين تلقاوها في دار البهجه، نيميرو التليفون اللي راهو في الشاشه
اكو رايحين تطلبوا باذن الله المنتوج يوصلكم الباب الدار في وقت قياسي، يعني حتى كي يوصلكم هذا البرودوي تاعكم اكو رايحين تخلصوه عند باب الدار. شوفوا البياسات خياتي اللي فيها، هذه دار البهجه عندها حاجات بزاف بزاف تبيعهم صراحه. انا نتعامل معاهم ويعني ما شاء الله عليهم، ربي يحفظهم. راكو رايحين كما نقولوا كي تواصلوا وتطلبوا الحاجات تاعكم راكو رايحين تستلموها في اقرب فرصه. هما انا ما عليكم انتم غير على هاد البانينوز 7 في 1، وانا عليا على الوصفات. اليوم راني رايحه نشارك معكم باذن الله الوصفه تاع لي غوفر، واستناوني هاد الايامات كل يوم انا رايحين نديروا حاجه باذن الرحمن. هما لاخياتي لاباج تاع دار البهجه راني رايحه نخليها لكم في صندوق الوصف وفي تعليق مثبت للاخوات اللي ما يعرفوش صندوق الوصف. هاي ليك هاد يعني البياسه اللي خاصه بلي غوفر، صراحه درتهم جو من اروع ما يكون، ودرت حاجات واحد اخرين كيما قلت لكم. راني رايحه نشارك معاكم الوصفات تاعهم كامل باذن الرحمن هاد الايام. تشوفوا حتى التركيب تاعها ساهل، تنحوها سهله، ما تلصق، تتغسل يعني سهله. ما شاء الله انا وحده كنت شحنه على هاد لاباري باسكو معينا نشرو شحال من حاجه، وكل حاجه تحطيها في وحدها، تسحقي هذيك الشوايه وحدها، تسحقي باغ اكزومبل هذيك تاع الجوزه وحدها. مي كي نديرو هذه في الدار ولا في البلاكار ما راناش رايحين نديرو هذاك الضيق الكبير، رانا رايحين نستعملوها لشحال من حاجه. دوك هذيك خياتي نجوز نشوفو الوصفه تاعنا واش نديرو فيها. وهنا نجوز نوجدو لي غوفر تاوعنا واش انا رايحين نسحقو فيهم. عندي هنا زوج حبيبات ولاد الدجاج يكونوا بدرجه حراره الغرفه، معناتها نكونوا جبدناهم من الفريجيدار من قبل. عندي هنا كاس تاع الحليب، عندي هنايا كاس تاع الفرينه نفس الكاس اللي كيلت به، عندي هدايا كاس غير ربع تاع زبده دايبه، عندي قريصه تاع الملح، عندي باكي تاع لاليفير شيميك، عندي هنا مغرفه كبيره تاع السكر، وعندي هنايا مغرفه كبيره تاع المايزينا. الحليب عادي يكون بارد. وهنا نجوزو نوجدو العجينة تاعنا، نسحقو مغرفة تاع السكر، نحطو لها هاد زوج حبيبات تاع البيض، ونخلطوهم شوية بالفوي زائد هاديك القريصة تاع الملح، غير تخليطة خفيفة برك باش نزيدو نحطو المكونات الباقية. وصفة سهلة وتوجد في دقيقة. نحط معاها كيما قلت لكم الملح، هنا نحط مغرفه كبيره تاع المايزينا، هكذا تكون معمره مليح. بعد ما خلطت خلاط خفيف راني رايحه نحط هذا الكاس تاع الحليب ونخلطه شويه. في هذا الوقت نشد لابسوار تاعي ونحط فيها هذا الكاس تاع الفرينه. انا هنا راني درت كاس كامل تاع الفرينه، نتوما الا كانوا الحبات تاع البيض تاعكم كبار شويه تقدروا، الا حسيتوا هذيك العجينه خفيفه مور ما نوري لكم القوام تاعها حسيتوها من بعد خفيفه تقدروا تزيدوا لها مغرفه تاع الفرينه، يعني هذا كامل ماشي مشكل. هكذا في هذا الوقت نحط، شوفوا الكاس تاعي راهو تحت هاد الخطوط اللي راهو مارغارين دايبه هكذا يا، ونخلطو هكذا. بعد ما خلطت مليح هنا نحط الباكي تاع لاليفيغ تاعي ونزيد نخلط، نخليها ترتاح 5 دقائق ولا 10 دقائق هذا ما كان، ونبدا نطيب فيها في لاباراي تاعي. هذوك دالت هذه اللي هي لابسه الروبا ودايره السبته راهي تخلط شويه. خلطي مليح مروه، خلطي هيا هكذا حركي جيد. وفي الاخر كامل نزيد نحط قطرة تاع الفاني باش تقعد ريحتها. اي حركي. انا هنا شد شويه تاع الزيت ندهن هاد لاباري تاعي تاع لي غوف هكذا باش نضمن بلي ما راهمش رايحين يلصقوا. ندير قطيره برك تاع الزيت ونجوز لها من الفوق ومن التحت، نشعل عليها تسخن. انا راني هنا درت شويه زياده هكذا ونمسح عليها من الفوق ومن التحت. وهذاك شويه زايد تاع الزيت راني حنحط له هدايا البابيي راهو رايح يبصغ بكامل هذيك الكميه اللي جاتني شويه زايده هكذا. ودوك نشعل عليها نخليها تسخن. هاي ليك هنا راهي شعله خليتها تسخن شويه. عندي هاد لو ميلونج نفرغ منه في الكاسرونه باش كي نفرغ يجيني ساهل، ولا ديروا طاس هكذايا اللي يكون يفرغ لكم وما يسيلش، معناتها ما يدفقش على الحال على الدنيا كامل. ونبداو نطيبو
لي غوفغ تاعنا. لاباري تاعي سخنت، نحلها ونبدا نوزع لها الكميه اللي راني محتاجتها هكذايا كامل. تشوفوا كيفاش راهي سخنت ما شاء الله. وهذا الخليط تاعنا ما راهوش ثقيل بزاف، نوزعوا لها مليح حتى لو كانت تسيل لنا شويه على لي كوتي واش عليه، المهم نعمروا لها هاد الفراغات هكذا عملنا، ونسوي لها الوجه تاعها هكذايا بالسباتول ونغلق عليها نخليها تكمل الطيب هكذا. نكملوا نوزعوا لها كامل على الوجه تاعها باش نعمروا هاد الفيت هكذا هاليك. في هذا الوقت معليا غير نغلق عليها ونخليها طيب. هنا جازوا واحد 5 دقائق هكذاك، هامليك لي غوفغ تاعي راهم بداو يحمروا لي هكذا، شوفوا يتقلبوا بكل سهوله، يعني حتى كي نحبوا نقلبوهم ولا راهم رايحين يتقلبوا لنا بكل سهوله، ما تحرقوا ما والو. انا خليهم نحبهم هكذا شويه حموره وينشفوا مليح باش نطفي عليهم، نكمل كامل العجينه تاعي بنفس الطريقه حتى نكمل كلش، من بعدها ونجوزوا نزينوهم. هنايا نتوما تتحكموا في الحموريه تاعها، تحبوا تخلوها كيما راهي هكذا، تحبوا تزيدوا لها شويه، تحبوا طيبوا لها طيبوها صفرة، هذه ترجع لكل واحد كيفاش يحب ياكل لي غوفغ تاعو. نكمل العجينه تاعي كامل بنفس الطريقه. خياتي هنايا الا حبيتوا الحبيبات تاع لي غوفغ يجوكم متلاصقين، عوموا هذيك العجينه راهم رايحين يجوكم زوج متلاصقين. الا حبيتم تفردين كل حبيبه وحدها ديروا كل كاغي هكذا يعمروا له العجين تاعو وحده، وكي تكونوا طيبوا فيها حتى الا حبيتوها زعما تحمر مليح مليح وشتوها محمرتش تقدروا تقلبوا هذيك الحبه تاع الكوفخ تاعكم راهي رايحه تتحمر على كامل الجوانب. هنا زينتها بهذاك بلي غوندال تاع البنان، درت لها من الفوق شوكولا وزدت لها شويه تاع الجوز، زدت لها هذوك الحبيبات اللي يعطوها قرمشه هذوك العقيقشات. التزيين يعني اختياري، ما تتقيدوش بالحاجه اللي زينت بها انا ولا الحاجه اللي درتها انا، اي حاجه تحبوا تاكلوها والحاجه المتوفره عندكم في الدار راكم رايحين تقدروا تقدموا بها لي غوفغ تاعكم. تقدروا ديروا عسل، تقدروا ديروا معجون، يعني اي حاجه تقدروا تحطوها من الفوق راكم رايحين تقدموها بها. هاي ليك الطاوله تاعي الخفيفه ظريفه اللي قدمتها يعني للعائله تاعي، خاصه وليداتنا مع الامتحانات محتاجين هكذا حاجه حلوه نديروها لهم هكذا مع الصبح، يعني نقدروا نوجدوها خاصه سيدات اللي نوضوا بكري، ماناش نحكوا على سيده اللي تكون عامله ولا مي، سيدات هكذا اللي كيما حالتي يعني ماشي خدامين قاعدين في الدار، تقدر كي تكون تنوض بكري راهي رايحه توجدهم 4 ساعه ولا ماكسيموم 20 مينوت راهي رايحه تكون باذن الله وجدتهم، باسكو ماشي حاجه اللي واعره بزاف. ان شاء الله ربي يوفق وليداتنا في القرايه، وان شاء الله يكون التعب تاعنا غير قيس هاد لي غوفغ حاجه سهله مهله، ان شاء الله ربي يقدرنا على التربيه تاعهم الصالحه ونشوفوهم في اعلى المراتب امين يا رب العالمين. هنا هذوك الحبات اللي كانوا زوج متلاصقين قسمتهم وحيده كيما راكم تشوفوا فيها هكذايا راهي متخدخه بالشوكولا، يعني فيها هكذايا كميه لاباس عليها. شوفوا كيفاش طابوا هكذايا حمورة، قلت لكم الطياب نتوما تتحكموا فيه، تحبوها حمراء بزاف، تحبوها حمراء شويه، تحبوها باللون الذهبي، يعني راكم رايحين نتوما تتحكموا في الطهي تاعها، حتى كي تحبوها يابسه حاجه باينه راكم رايحين تزيدوا تخلوها تنشف لكم مليح مليح داخل لاباغاي. هنا خياتي بعد ما كلينا هاد لي غوفغ تاعنا بصحه ولهنا، نجوز نوجد العشاء تاعي اللي هو باذنجان في الكوشه اللي رانا رايحين نديرو قوارب تاع الباذنجان اللي يجي مشوي، يجي من اروع ما يكون. شوفوا خياتي لهيك عندي شويه زيت زيتون العادي، ولا حبيتو زيت زيتون ديرو زيت زيتون، درت له شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه اعشاب عطريه، ونزيدو له شويه تاع ثوم غبره كيما راكو تشوفو، ديروه كامل مع هذاك الزيت تخلطوه مليح باش تجوزو نقسمو الحبيبه تاعنا تاع الباذنجان هكذا بطريقه طوليه، حتى هدايا القطمير تاعها انا رايحين نمشيو فيه الموس حتى لتحت باش تقعد لنا هكذا الشكل تاعها شباب، وتقعد هكذايا كيما القوارب. انا رايحين نديرو لها تقيبات هكذايا بالموس باش تدخل لنا مليح مليح هذيك الزيت ولي زيبيس فيها، وندهنوها بالبانسو على الوجه على الظهر وعلى الوجه
يعني انا ما نحيد لهاش القشور، بس كل كان حول هذا القشور راهي رايحه تطيح هذيك الحبيبه تاع الباذنجان، حتى القشور راهو رايح كما نقولوا ينتكلوا، ما راكوش رايحين كامل تفيقوا له، باسكو الذوق تاعو كيفو تيتشوى مع هذوك لي زيبيس راهو رايح يولي هايل. هنا كما راكو تشوفوا كما قلت لكم نتقبوها كامل مليح مليح وندهنوهم، ندخلوهم للفرن حتى ياخذونا هذوك التحميره، يعني طيب هذيك الحبيبه تاع الباذنجان باش نحوها. من جهه تانية درت في المقله شويه زيت، شويه ملح، شويه ثوم، شويه اعشاب عطريه، شويه فلفل كحل، شويه هريسه، وشويه طوماط كونسونتخي، طماطم المصبره هذيك، وحاجه باينه لاباز اللي هي الطماطيش تاع الحبه مسكرفجه على حسب الكميه تاع الباذنجان اللي عندكم. انا درت زوج حبيبات كبار، انتم ديروا الكميه اللي حبيتوها. لا درت حبه كبيره، واحد الحبه سمينه هي اللي درتها الداخل. عندي هنا هاد ثلاث حبيبات تاع الباذنجان، حكمت المغرفه لبست باش ندير هذاك الحفره، يعني ما راناش رايحين نحيوه، وهي نحينا خلينا غير ديك القشره، مي باش هذاك الفراغ يحبط ولا هذاك الهواء اللي يكون في الحبه تاع الباذنجان يدخل مور ما نعبزو هذاك الباذنجان كامل. ومن بعد نعمرو الطماطيش بهالطريقه، نعمروها مليح ونزيدو من الفوق الفخوماج غابي اي نوع تحبوا. انا درت في السنيوه بابي كويسون باش ما يلصقليش هذاك الباذنجان تاعي، وديرو سوا موزاريلا ولا شيدار ولا غريير، المهم الحاجه تاع الفخوماج ولا النوع تاع الفخوماج اللي تحبوه. تقدروا هاد الطوماطيش خياتي طيبوها بلا فيونداشي، ماشي شرط غير الطوماطيش وحدها، شوفوا الداخل كيفاش طاب مع الثلج هايل، وحتني ما جاش يقهم خياتي، يعني راهو مشوي من غير يعني من غير زيوتي بزاف، ونقعدوا نخلوه في الكسكاس يقطر ولا نزيدوا نديروا له هذاك الورق المصاص، مي بهالطريقه راهو رايح يجي ليجي، تقدروا تاكلوه ما راهوش رايح كامل يقهم. شوفوا الشكل تاعو شحال يجي شباب، تقدموه مع سلطه، تقدموه مع رز، تقدموه مع بطاطا مقليه، تقدموه مع بطاطا مفوره، المهم الحاجه اللي راكو حابين راكو رايحين تقدموا معها هاد الباذنجان. انا العائله تاعي متعلبة على بطاطا مقليه، ما عنديش مهرب منها، قليت لها مقله بطاطا هاد الحبيبات تاع الباذنجان، وريقه تاع الشلاضه، وربي يدومها نعمه ويحفظها من الزوال. هم ليك القوارب تاع الباذنجان ولا هاد الباذنجان اللي جا في الكوشه يجي من اروع ما يكون. هنا خياتي على بالكم بلي الباذنجان ولو انه يجي خفيف في الكوشه ولا من الاطباق اللي شغل ثقيل شويه، هذا بالنسبه لي انا ما نقدرش نعمم على الجميع، مي نحسو شغل ثقيل شويه لازم له هذوك شويه اتايات. مروه راهي السرقه تاع الكوكب، قالت لك انا ناكل من هذا الساشي باسكو على بالها الساشي فيه بزاف. رفقت هاد الكاوكاو يعني مشي من الزنقه ما درتوش في الدار. الاخوات اللي يحبوا الوصفه تاع الكاوكاو اللي طيب في الدار، كاين الوصفه تاعو في القناه، تشوفوها الى راكم انتريسي بها وحابين تطيبوا الكاوكاو بطريقه هايله، يعني يجي كما تاع الزنقه يجي ما شاء الله. مي هدايا مشري كيما قلت لكم ما طيبتوش في الدار، هذا المقطع تعاود زوج خطرات. دوكاتيك انا واش نقول لكم خياتي، نقول لكم الفيديو تاعي خلاص، نقول لكم تهلا في روحكم، تهلا في صحتكم، سنوني في فيديو جديد بحول الله ووصفات جدد، كونوا في الموعد، وانا نقول لكم دوكاتيك تبقوا على خير يا وجوه الخير.